طلاب السادس الإعدادي، well hello there، يا بش حياهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونون بكل الخير والعافية والبركة، وياكم أستاذ أسامة محمد التميمي، وإن شاء الله بإذنه تعالى عندنا اليوم الدرس الرابع والخامس. الدرس الرابع هو أيضا المضارع التام البسيط بس ويا الماضي البسيط، يعني مقارنة بين الماضي البسيط الـ past simple والـ present perfect simple، المضارع التام البسيط. لذلك نبدأ على بركة الله وبالصلاة على سيدنا النبي. الموضوع هذا جدا بسيط. ليش بسيط؟ لأن سابقا ما أخذيه أخذناه باليونت الأول وما أخذيه بالسنين السابقة past simple الماضي البسيط. طبعا ما نطيتك أي قواعد، لأن أهم شيء عندك هنا مو القاعدة وإنما الدلائل هذني. هاي الدلالة من تلقاها راح تعرف أنه أنت يا با ترى عندك زمن ماضي، فلازم الفعل من الصححة تسوي ماضي، ولازم تعرف انه الافعال به النوعين، فعل ياخذ ايدي وفعل يكون شاذ، وهذني ما اخذيهن حتى ماكو داعي اكتبهن. لذلك بهذا الدرس ارد اركز لك على دلائل الماضي والمضارع التام. هذني خاف ناسيهن، لان انا ملاحظ انه طلاب، حتى جزء من طلابي ناسيهن وما يعرفوهن. هذني يا طلاب، هذني دلائل الماضي، لازم حافظيهن مثل ما حافظين اسمكم. هذني حفظ ما بها لعب. أما فيما يخص الفهم، وأنا قبل شارحة شنو الفرق بين الماضي البسيط والمضارع التام البسيط. بكل بساطة أي شيء اسمه ماضي، سواء ماضي بسيط مستمر، ماضي تام، ماضي تام مستمر، مهما كان نوعه، الماضي صار وانتهى، بعد ما يرجع، خلص انتهى، بعد ما له حدوث، صار بوقته وانتهى. بينما المضارع التام البسيط حدث هو صار بالماضي لكن لا يزال موجود للوقت الحاضر، يا أما هسته وخلص يا أما بعده مستمر. هذا هو الفرق بيناتهن. الدلائل ago، ago يعني ما مضى، هذه دلالة الماضي. last السابق، هذا last ممكن مثلا last week الأسبوع السابق أو الماضي، أو last night الليلة الماضية، أو last month الشهر الماضي. هذني أو هاي last لازم أنتو حافظيها. أتكم مثلا yesterday البارحة، البارحة بالماضي. هذني الفكرة منهن، من تلقاهن بجملة هتعرف الجملة شنو الزمن مالتها. عندك مثلا this، this هذا، بس هذه مثلا من نقول this morning، هذا الصباح. أنا من دا أقول لك والله هذا الصباح أني قعدت من وقت، إذن أنا من دا أقول this morning دا أقصد الصباح وأني عبر الوقت. لذلك this morning تشير إلى الماضي. أو مثلا this afternoon، والله هذا المساء أني رحت لبغداد، بس ممكن أني دا أحكي لك بالليل. أو عندك this evening هذا المساء. المهم هذا this بالتحديد ويا morning تجيك فيما يخص أنت كطالب سادس بموضوعك، تجيك كدلالة ويا الماضي. أما من نجي على الـ present perfect simple، عندي هذني الدلائل وارجع من جديد اللي أنتوا لازم حافظيهن مثل اسمكم. هذني ما منهن نقاش، هذني حفظ 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 حفظ. يعني أنا حقيقة أتفاجأ أنه بعض الطلاب، من ضمنهم طلابي، يعني قسم منهم القلة، هذني ما يحفظوهن وما يهتمون بيهن. يا ابني يا بنيتي يا وليدي، هذني لازم حفظ، هذني تحفظهن، لأن هذني دلائل مال مضارع التام البسيط، لازم تحفظهن، ما منها نقاش، لازم ضروري حالهن حال من تحفظ هذن، خلاص لازم، لأن هاي من تجيك بجملة راح تخليك تعرف تحل صح. هذن حفظ، أرجع وأقول ما منها نقاش، لازم، تمام؟ يلا متفقين. هذني آني بالبداية خليتهن سوا، لأن النيفر والأوريدي والجست مهمات جدا بالوزاري، يعني خليتهن هيك من باب أنه فقط ترتيب لا أكثر ولا أقل. بس هذني ليش مهمات وأنا مخليهن سوا؟ لأن يجن بعد الفعل المساعد، يعني تلقاهن موجودات بعد يا أما الهاف أو يا أما الهاز، يعني قبلها هيكون عندك يا أما الهاف أو الهاز. عندك recently، lately، yet، so far، how long، والsince، والfor. هذني أنا مخليهن هنا بالنص،
يعني باعتبار تجيك كدلالة بس ما رح ينطلب منك تحل بيها. طبعا هذا مو موضوعنا بالمناسبة، اللي دا أقوله أنا حاليا هذا أخذناه بدرس سابق ما دا أشرح عليه، بس دا أبين لك أنه أنا ليش مقسمهن هيك بهذا الشكل. أما هالأخيرة الـ how long والـ since والـ for، هذني مهمات جدا لأن أيضا يستخدمن كدلائل ويا المضارع التام المستمر، مو البسيط المستمر، بس بيستخدمهن ويا المضارع التام البسيط ويا من عندنا خمسة أفعال تذكروه اللو لا قلناهن هواي بالدروس السابقة، اللي هن be have know will live will work. أستاذ معقولة اللغة الإنجليزية بيها بس هذين الخمسة أفعال؟ لا طبعا، أكو هواية أفعال بالذات أفعال المشاعر، بس أنت كطالب سادس هذني مو يمك تحفظ هذني كسادس، هذني الخمسة أفعال من تلقاهن كفعل رئيسي بواحد من هذني الدلائل، إذن الجملة حتكون مضارع تام بسيط وليست مضارع تام مستمر. هذا الكلام اللي دا أقوله آني باعتبار ترى مراجعة عن الفكرة من هالصبورة ما اليوم، هو بس دا حفظك هذن وانطيك منها ثلاث أمثلة حتى أبين لك شلون حيفيدنك. يلا نجي على ذن الأمثلة اللي هن وزاريات. فراغ you buy، أنت تشتري your plane ticket. وش حيقول لي هنايا؟ راح يقول لي correct. طبعا عندي منايا آني نقص اللي هو اليت، اليت لازم يكون موجود منا آني ناسي. اليت هي شبيهة دلالة، هذه اليت دلالة موجودة هنا. طبعا اليت أيضا مهمة جدا، معناها ليس بعد أو لحد الآن. زين أنت بات على الجملة لقيت عندك منايا اليت، إذن بهذه الحالة ايش راح أسوي للجملة؟ لازم تكون مضارع تام بسيط. فش راح أقول؟ عندي استفهام، يعني لازم الجملة تبدأ عندي بيش؟ بالفعل المساعد، الفاعل يو. إيش يأخذ هذا الفاعل؟ has لو have، عفية عليكم، يأخذ ال have. فراح أقول له have you bought your plane ticket. زين أستاذ إذا جاب لجملة بالوزاري ما بيها ليت، هاي شلون؟ إذا ليت ما موجود ما حتكون غلط، هحذف ليت منه، راحت ليت. عندي دلالة مال مضارع تام؟ أستاذ ما عندي، إذن الجملة هاي تتغير، يعني هاي الجملة تتقبل الحلين، بالوزاري ممكن يخلي لك اليت، وإذا اليت ما موجودة هذا الحل حيتغير. خلينا نبقي هذا من مسحة ونجيب حل ثاني باللون الأحمر اللي هو ماضي. دا أسأل بالماضي إيش راح أجيب؟ أتحداكم إذا ناسيها، يعني ديروا بالكم تنسوها، ديروا بالكم الموضوع ترى، يعني إذا ناسين شلون إسا أنت إساتك كطالب إذا ناسي شلون تسأل بالماضي فهي مشكلة، هاي مشكلة وطامة كبرى، لازم ترجع أشوف الفيديوهات مع الماضي اليونت الأول. شلون أكون سؤال بالماضي؟ جملة فعلية عندك الباي، شو راح تجيب فعل مساعد للماضي؟ شو راح تجيب؟ يلا جواب، شو راح تجيب؟ هاي جملة قدامك، يلا اكتبها سنت بدفتر، يلا طلع ورقة وقلم، يلا اكتب لي اياها. حلها، حلها قبل ما نحلها. شو راح اجيب؟ الدد، لان ماضي الدد فعل مساعد بالماضي. الجملة الفعلية استخدمه لغرضين، يا اما اسأل يا اما انفي. هاي شو وقت استخدمه من الجملة ما بيها يت؟ فراح اقول did you باي. أما هذا أبو الأسود قلنا من يكون عندي من ناية خل يت صغيرة، هذه اليت الصغيرة الفكرة من عندها إنه آني بس دا أبين لك إنه اللون الأسود من عندي اليت، إن ما أكل يت مو غلط، لا جملة صحيحة، دا يسأل باستخدام الدد. يلا نجي على الجملة الثانية، مثال فراغ you book. book مو كتاب، هنا يحجز، هنا يخلي لك فعل ما يخلي لك اسم. A hotel yet، جتني اليت، ها اليت موجودة، إذن بهذه الحالة لازم شو أسوي؟ أكون سؤال باستخدام المضارع التام البسيط. أستاذ ليش البسيط؟ وهذا سؤال، وهذا سؤال، هذا اليت هياتها دلائل المضارع التام البسيط. فراح أقول له
Have you booked؟ ياخذ ايدي. دير بالك بها بالمناسبة ركز على الفعل. هسه مثلا هذه هنايا الباي فعل شاذ صارت بات، بينما البوك فعل قياسي ياخذ فقط الايدي. ايدي مو مال ماضي، لا، تصريف ثالث للفعل. هسه يجيني سجاد يقول لي استاذ ليش بوكت ليش هاف، شلون يشرح صار ساعة؟ شلون يشرح؟ يت، هذه اليد دلالة المضارع التام البسيط، فلازم المضارع التام البسيط مع الأفعال المساعدة هي الهاف والهاز. يا سجاد يا سجاد يا معود سجاد. مثال: Did Selwa's family move house yet؟ وحيقول لي أنا كالمعتاد correct أو correct the sentence in the present perfect simple. عادي، أهم شيء تلقى عندك correct، صحح. يلا هجي على الجملة، هتباوع منها عندك ماضي بدأ سأل بالماضي، بس أكو شيء غلط بالموضوع اللي هو وجود اليت. هذا اليت دلالة المضارع التام، إيش راح أسوي؟ لازم أصحح هذا الفعل المساعد. هذا يروح سلوى's family، عائلة سلوى. سلوى كم عائلة عندها؟ وحدة، مو عائلتين، عائلة وحدة. إذن بهذه الحالة إيش راح أجيب من أسأل؟ أجيب الهاف لو أجيب الهاز؟ كفو أجيب الهاز، فراح أقول هاز. أستاذ بس أكتب الهاز؟ لا طبعا، أكمل الجملة. أستاذ ليش؟ ليش يا سجاد؟ ليش؟ لأن من ناية عندي آن الفعل مجرد. ليش مجرد؟ لأن بدي يكون الفعل مجرد، بينما ويا الهاز الفعل لازم يتغير، الفعل لازم يصير تصريف ثالث. خو ما اكتب له الهاز والموفد بالايدي لان هذا قياسي، اكيد لا. فاني يعني حتى احافظ على درجتي واتجنب الشر اكتب الجملة كاملة، فراح اقول has Selwa's family moved، واكمل الجملة وعلامة الاستفهام، وبالعافية عليك درجتين. هاي فيما يخص هذا الموضوع، الفرق بين الماضي والفرق بين المضارع التام البسيط. طبعا هذا هو الدرس الرابع. الدرس الخامس جوا خط احمر، لان هذا مهم جدا، راح نجي على موضوع جديد اللي هو الفرق بين الماضي التام والماضي البسيط. خلنا نمسح الصبورة وارجع لكم. هسه عندنا التمرين اي من كتاب النشاط صفحة 112. التمرين يقول present perfect or past simple، هل يا ترى عندي اني مضارع تام؟ بقى قال لك مضارع تام حتى ما حدد لك بسيط أو مستمر، أو عندك past simple الماضي البسيط. ضع علامة صح أمام الجمل الصحيحة وعلامة خطأ أمام الجمل الخاطئة، ومن ثم صحح الخطأ إن وجد. بالوزاري أكيد تجي بيها غلط. هذا التمرين أكل بعض منهن صحيحات. أول وحدة المحلولة I have just seen a really interesting program about desert wildlife، أني هستوني شفت برنامج مثير للاهتمام حول الحياة البرية بالصحراء. زين، هنا يا أنا عندي الجملة صحيحة. ليش صحيحة؟ just الدلالة موجودة، الهاف موجودة، الفعل تصريف ثالث أيضا موجود، لذلك الجملة مالتي صح 10/10، فأخلي صح بدون ما أغير أي شيء. أما الثانية let's take جميل to the new Chinese restaurant، خلي ناخذ جميل للمطعم الصيني الجديد. He never went there. هتلاحظ انه عندك منا النيفر. النيفر دلالة المضارع التام البسيط، بس الجملة محلولة ويا الونت الماضي البسيط، وما يصير. انا من نجي اجاوب يا وليدي ويا بنتي اقيس على الدلالة. يعني شنو؟ يعني انا بهذه الحالة النيفر مو احذفها، لا، النيفر تبقى، لان هذه هي الدلالة الاساسية، اذا الغلطة بالفعل. فيعني خاف عبالكم انه والله ها انا لازم اوخر النيفر فجبله صارت ماضي صحيحة، لا، ما هيش تنحل. تنحل انه النيفر تبقى، لكن هذا الوينت لازم يتغير. فحل اياها ايش قال؟ قال هي هاز، هذه الهيز معناها هي هاز، بس مختصرة النيفر نزلت. الوينت هتقول استاذ ليش سوالي اياها بن؟ ليش مثلا ما تصير جون؟ باعتبار الوينت الاصل مالتها من الجو. يعني انا ايش عندي؟ عندي جو went وعندي gone، هاي التصاريف الثالثة. ليش جاب لي البن؟ احنا اخذنا موضوع سابقا قلنا الفرق بين البن
وبين الجون. قلنا الجون يعني ذهب ولم يعد، والبن ذهب وعاد. هو دا يقول هو أبدا ما رايح، لذلك ما من المنطقي استخدم الجون والله هو بعد ما رايح، واستخدم وحدة تدل على إنه ذهب ولم يعد. ما من المنطقي أسوي هيجي إطلاقا، لذلك أجيب البن. ليش البن؟ لأن هو أصلا مرايح. إذن الجون تستخدم فقط من أنت رايح، ولا تزال أصلا موجود بالنقطة اللي أنت رايح لها. هذا الكلام أنا سابقا كله شرحه وقايله، بس دا أبين لك هنا أنه لوش جبت آن البن رغم عندي مناية الوينت واللي لازم تصير جون، لأن اثنيناتهن يشير للذهاب إلى مكان، بس الفرق أنه الجون أعيدها من جديد ذهب ولم يعد، بينما البن ذهب وعاد أو لم يذهب أصلا. النقطة الأولى، فاديا didn't speak to me since her sister's wedding، إنه هي ما حاجي وياي منذ زفاف أختها. هنلاحظ الجملة، الدلالة اللي عندي هي المضارع التام. ليش؟ لأن بيها السنس، بس بنفس الوقت هتلاحظون إنه أنا عندي didn't وهذا الشيء مو صحيح، إذن didn't لازم تحذف. راح أجيب الهاز بس تكون منفية، يعني فاديا hasn't. هنا برأيكم استخدم المضارع التام البسيط لو استخدم المضارع التام المستمر؟ هنا يا باوع، ما طول احنا دنقارن بين المضارع التام والماضي، اذن بهذه الحالة ايش راح اجيب؟ بهذه الحالة راح اجيب المضارع التام البسيط. استاذ لحظة، احنا مو عندنا السنس، مو قلنا السنس او الفور او الهاو لونج استخدمهن اني ويا المضارع التام المستمر؟ صح، بس أقول لكم فد فكرة تخلوها ببالكم. الجملة قبل ما تتغير إن كانت بسيط شو تساوي لي؟ تساوي لي بسيط. صار يعني شلون؟ باوع، الجملة هنا فادية didn't، هذه did شو تمثل لي؟ تمثل لي ماضي بسيط، صح؟ لذلك إيش راح أجيب؟ راح أجيب مضارع تام بسيط، يعني لازم بسيط ببسيط. أما إذا الجملة كانت عندي مثلا ماضي مستمر، بهذه الحالة راح أجيب مضارع تام مستمر. فأنتوا تقيسوها وفق هذا المقياس، فالحل راح يصير فادية hasn't spoken to me since her sister's wedding. 2، has Selwa's family moved house yet؟ هل يا ترى هي انتقلت إلى المنزل بعد؟ هنلاحظ أنه آني عندي اليت، ومنها عندي الهاز، ومنها عندي الإيدي، يعني كل شيء تمام، فهذه الجملة صح، وهذه منها قلنا خطأ. 3، I bought him a new mobile phone last week and he already lost it. هنا حنلاحظ انه الجملة الأولى ماضي بسيط، نكمل عندي last week، تمام. هذه الاند شنو؟ الاند أداة ربط، يعني شنو استاذ؟ يعني هذه جملة رقم 1 وهذه جملة رقم 2. مبدئيا الجملة رقم 1 صحيحة. ليش صحيحة؟ لأن عندك مناية البات فعل ماضي، ومنا الدلالة مع الماضي، كل شيء تمام. أما ما بعد الآند هنلاحظ أنه منا عندي already، already دلالة المضارع التام البسيط، بس منا عندي last وما عندي فعل مساعد، إذن النقص هو فقط الفعل المساعد، فراح تصير He has already lost it. Lost فعل شاذ، بس الحلو به إنه الماضي والتصريف الثالث نفس الشيء، فيبقى كما هو. طلابي الأذكياء اللي أنا واثق منهم حيل، هسه راح نجي على الباست بيرفكت سيمبل. أستاذ، هو شنو يعني الماضي التام؟ وشنو فرقه عن الماضي البسيط؟ باوع، هو بي هدفين. الهدف الأول هو يبين لك أي حدث صار قبل، يعني أي حدث هو الأقدم، باعتبار أنا قبل شوية قلت لكم أنه الماضي هو حدث صار وانتهى. إذن الفكرة من عنده أنه أني لازم عندي حدثين، الحدث الأول أو الثاني، يعني الفكرة من استخدامي أني للماضي التام أرد أبين لك يا حدث صار أول، يعني هذا الحدث الأول تمام، إذا أنا أريد أبين هو أقدم من الحدث الثاني صار قبله، يعني هجيبه بالماضي التام، والحدث اللي صار وراه هجيبه بالماضي البسيط. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية،
إنه أبين لك السبب والنتيجة. السبب راح يكون باعتباره هو أقدم، ركز، الحدث الأقدم أبو الماضي التام هيكون هو السبب، فالنتيجة هتكون ويا الماضي البسيط، لذلك هن مرتبطات مع بعض. ليش أستاذ؟ هاي شنو هاي؟ ما مركز وياي؟ إيش دا أقول لك؟ دا أقول لك عندي أنا حدثين، حدث قديم وحدث جديد، بس اثنين بالماضي انتهن. القديم حشير له إلى الماضي التام على مود أخليك أنت تميز وتعرف يا حدث صار أول، والحدث اللي ورا هخلي لك إياه بالماضي البسيط. أحياناً هذا يكون سبب وهذا يكون نتيجة، لأن مرتبطات مع بعض، أحياناً مو دائماً أحياناً، لذلك هذا الماضي التام هيبين لي السبب، أما الماضي البسيط هيبين لي النتيجة. هذا هو بكل بساطة. عندي آني أدوات، الأدوات آني للأمانة ما كتبتهن، قلت أجيب لكم الجملة منها أشوف راح تميزوها لولا، وراها أعطيكم الأدوات، تمام؟ عندي آني أدوات حال حال يا موضوع اليونت الأول، الفرق أو من أخذنا موضوع الماضي البسيط والماضي المستمر، هذا نفس الشيء، بس للأمانة هذا قليل يجي بالوزاري بينما ذاك كل سنة يجيك، تمام؟ زين، نجي على الجملة الأولى. كاتب لي وي فراغ not can أو can not، ما يهم، because وي فراغ not book. طبعا ناسي هاي الجزئية منا، get a room لازم تكون هنا. يلا مثال الأول، وي فراغ not will can get a room، ما قدرنا نحصل على غرفة، because بسبب وي فراغ not book، إنه إحنا ما حجزنا. هسا أنت حسب فهمك باوع، إحنا ما قدرنا نحصل غرفة لأن إحنا ما حجزنا، أنت برأيك منطقياً ياهو اللي لازم تكون عندك الماضي التام وياهو اللي لازم تكون عندك الماضي البسيط؟ منطقياً أنا ما قدرت أحصل غرفة لأن أنا ما حجزت، إذن أكو حدث أقدم من الثاني وأكو حدث سبب لي نتيجة. عافية عليك، هذه حصير very good very good، هذه حصير الماضي البسيط لأن هذه النتيجة، بينما السبب هو أنه أنا ما حاجز. هسه راح أجيب الفعل المساعد مع الماضي التام اللي هو الهاد، واللي لازم وراء تصريف ثالث، والحلو ويا الهاد جوكر ويا كل الفواعل I, you, we, they, he, she, it، الكل. فحاجي منا على الجملة الأولى الزرقة، راح أقول we، هذه النات كان تصير من المضارع على الماضي البسيط، فهصير we couldn't. we couldn't، بالمناسبة ترى هذه الفراغين أنا جايبها من يمي، يعني فراغين على مدى صعوبها عليك وأشرح لك، بينما بالامتحان لا، جزء محلول وجزء غير محلول، فاطمئنوا. we couldn't get a room because we، شو هصير؟ أجيب الهاد ولازم أنفي، والبوك booked because we hadn't booked. سهل لو صعب؟ أستاذ سهل زلاطة، عاشت إيدك. يلا نجي على هذا الثاني، شوف الثاني هو نفس الفوق بس قلبته باوع، we فراغ not book، إحنا ما حجزنا، so لذلك we فراغ not can get a room، لذلك ما قدرنا نحصل على غرفة، قدمت وأخرت وجبت أداة جديدة اللي هي so، أداة النتيجة، هذه البيكاز أداة السبب. فهذا منا إحنا ما حجزنا هو الحدث الأقدم، ولأن ما حجزنا هاي السبب خرج لي نتيجة اللي هي أني ما قدرت أحصل غرفة، فالحل هنا حيصير we hadn't booked، نفس الفوق بس انقلب بأداة جديدة. أما الجزء الثاني عندي السو ما النتيجة، هذه حصير عندي بالماضي البسيط، فراح أقول we couldn't. هذا الموضوع كالمعتاد، انتو حالياً واصلين انتو الخامس بالسادس، فانتو صرتوا أهل خبرة أهل مصلحة، هسه انت أبو مصلحة، انت خبير، you are an expert. يعني شنو أستاذ؟ انت هتقوم تعرف انه هالمواضيع بعد ماكو داعي أقول لك والله هذا يجيك بالسؤال الثاني الفرع الأول لو الفرع الثاني، انت هسه صرت أبو مصلحة صاحب خبرة، فتعرف كل الزين هذا الموضوع ممكن يجيك، سؤال الثاني
فرع الأول اللي هو مثل هذا إعادة كتابة الجملة من جديد. ممكن يجيك سؤال الثاني، الفرع الثاني، الاختيارات، أو ممكن أصلا يجيك بالسؤال الثالث حتى ويا التوصيلات. تمام؟ كلش وارد. فأنت قمت تعرف، يعني مو شرط أنا أجي أقول لك والله هذا كذا كذا كذا، صح أنا سقيت لك، بس ده أبين لك إنه أنت ترى صاحب خبرة، قمت تعرف كل الزين. مثال الثالث حتى ورا أنطيكم القاعدة مالته. After بعد I do my homework، يعني قصده بعد ما أنا سويت الواجب أو الفروض المنزلية، واجباتي أقرأها، أقرأ الواجبات المنزلية يوم بيوم. فراغ I go to the cinema، هسه أقدر أروح للسينما. يلا نجي على الجملة من جديد باللغة العربية، بعد ما يعني سويت واجباتي أقدر أروح للسينما. إياه الحدث القديم وياه الحدث اللي يجي وراء، الأقدم بالقديم، أو يعني لا مو هيجي، الأقدم بالأحدث، بس كلهن بالماضي، أو واحد سبب وواحد نتيجة. وقلنا السبب والنتيجة مو دائما، لكن كشيء أساسي ودائما أمشي عليه عندي حدث أقدم وحدث أحدث، أو يعني إيه فهمتوني. يلا نجي على هاي الجملة. ها ما جاوبتوني، ما جاوبتوني، غلستوا. ها ياهو الأقدم ياهو الأحدث، ها ياهو أستاذ، مبينة هذه منا الأقدم وهذا الأحدث، يعني هذا منا ماضي تام وهذا منا ماضي بسيط. عاشت إيديكم 10/10. فراح أقول after I، عندي منا نوت؟ ما عندي، فأجيب فقط الهاد باللون الأحمر. الدوش الصير done، حلو ممتاز. after I had done، بعد ما خلصت واجباتي. I ذهبت بالماضي البسيط وعاش وعيشة سعيدة. بالعافية عليكم الدرجات الكاملة. هسا نجيب القلم الخشن حتى نكتب لكم القاعدة. باوع الافتر والبيكاز هذني بيت ابو الماضي التام. ليش؟ لان وراهن عندي ماضي تام، وقبلهن ايش عندي بهذه الحالة؟ القبلهن عكس اللي وراهن، فحيصير عندي منا ماضي بسيط. زين اذا هذني جني في بداية الجملة، هاخذ هاي والهاي كلها بالبداية. أستاذ اكتب لي اياها تتدلل، يلا اكتب لك اياها ليش لا. هاي الافتر وهذه البيكاز، جني بالبداية صح، وراهن ماضي تام، يعني ابو الهاد زائد تصريف ثالث، حتى هنايا هاد زائد تصريف ثالث، فارزة، ركز على الفارزة، زائد ايش عندي؟ ماضي بسيط. الماضي البسيط نعرفه، يا اما ايدي او يا اما تصريف ثالث، يعني بيكتبه المناية ايدي او شاذ. واذا نفي ايش عندي؟ اذا عندي نفي didn't، هذا اني امور بسيطة انتو قبل ما اخذيها. هاي فيما يخص هذا الحقل الاول او يعني القاعدة الاولى. زين هسه راح نجي، هاي قاعدة منو؟ هذه قاعدة الماضي التام، بينما الماضي البسيط هم بي قاعدة اللي هي كالآتي. الأدوات مالته باوع، الأدوات ايش عندك؟ عندك واحدة ما اخذيها قبل اللي هي الوين، وعندك واحدة الأخ اللي هي جديدة before، وعندك الأخ جديدة السو. تمام؟ هذني شوك وراهن؟ ماضي بسيط. اذا قبل هنش عندي الماضي التام، اسهل منها ماكو. واستاذ ذني جن بالبداية؟ نعم هي جن كلهن بالبداية عدا السو. السو هي ما النتيجة. هل يا ترى من المنطقي اني ابدي بالسو النتيجة واني سبب ما ادري بيشنو؟ لا طبعا، فالسو ما تجي. فسمن نرتبهن بالبداية، الوين تجي؟ نعم تجي. before؟ نعم تجي. سو؟ ما تجي. وراهن ايش عندي؟ ماضي بسيط، فارزة، ورا الفارزة ايش عندي؟ ماضي تام. عافية عليكم. هسه انتو صرتوا مبدعين بامتياز. استاذ ليش؟
لأن أنتوا حالياً حليتوا وفهمتوا قبل ما تشوفون القاعدة. هذا هو موضوع الـ Past Perfect Simple، الماضي التام البسيط، يعني مدمج ويا الماضي البسيط. هسه راح نجي على بعض التمارين وعاش وعيشة سعيدة. عندنا هذا التمرين، التمرين جي من كتاب النشاط بصفحة 114، يقول لي هنا put the verbs in brackets into the correct form past simple or past perfect to complete the sentences. يلا أول جملة. Last week، الأسبوع الماضي، I فراغ meet an old friend from primary school and he فراغ not change. هنا حنلاحظ شغلة، فد ملاحظة تخلوها ببالكم، إنه أنت الفعل change، التغيير، هذا الفعل دائما يستخدم ويا المضارع التام، لأن أنت من ما متغير، فهذا التغيير هو أقدم من اللقاء. عيد من جديد، أنت التقيت بشخص وهذا الشخص ما متغير، تتلاحظ؟ إذن عدم التغيير هو أقدم من لقائك به. اللقاء صار ذاك اليوم، بس عدم التغيير صار لسنوات بالماضي. إذن بهذه الحالة هنستنتج أنه change دائما تستخدم ويا الماضي التام. بهذه الحالة هنا الميت حصير met، وهذا منا حصير he hadn't changed. 2. When I فراغ arrive at Pete's house there فراغ be no one. جملة جديدة، هي فراغ go out. عندك من ناية الوين، الوين قلنا هذه دلالة انه الوراها راح يكون عندك بالماضي البسيط، فراح اقول when I arrived، من اني وصلت البيت بيت. There فراغ no one there، ما كان اكو احد. هنا يا باوع هذه ال there الوراها حيكون ايضا عندي بالماضي البسيط، اني وصلت وما كان اكو احد، هذا الاحد الما موجود مرتبط كبي، مرتبط ويا القبلة. ليش؟ انا وصلت وماكو احد. اعيد من جديد، الماكو احد هو ما صارت قبل جيتي، هو اصلا البيت ما بي احد، لذلك هنا راح اخلي ال was. There was no one there. استاذ شلون يصير؟ تصبر، حتجي على الجملة اللي وراها هيقول لك هي فراغ go out، طبعا هو بيت، يعني بيت اللي طالع، إذن بيت طلع قبل ما أني أجي، فبهذه الحالة خروج بيت، هذا بيت، هذا هو من طلع، خروج بيت من البيت أقدم من جيتي، إذن بهذه الحالة هنا حيصير عندي الماضي التام، فراح أقول he had gone out، هو خرج. جبت الجون لأن خرج ولم يعد بعد. 3. After we فراغ speak to the teacher، بعد ما حكينا ويا الأستاذ، we فراغ leave the classroom، غادرنا القاعة. هنا حنلاحظ أنه أنا عندي الـ after، والـ after أخذناها، هذه من يا بيت، من بيت أبو الماضي التام، يعني هذا الـ speak حصير we had spoken. بعدين بعد ما حكينا ويا طلعنا من الصف، إذن من إحنا حاكينا الأستاذ كانت قبل ما نطلع من الصف، يعني الحدث أقدم، اللي إجا وراء مغادرتنا للقاعة، فهذه حصير left بالماضي البسيط. طبعا هذا الموضوع كلش حلو، يعني يفيدك أصلا حتى من تقوي لغتك كلغة إنجليزية كمحادثة، حتقوم تعرف أنه أنت من تحكي على حدثين بالماضي، ياهو الأول وياهو الثاني، وياهو اللي أنت هتخليه للماضي التام، وياهو اللي راح تخليه للماضي البسيط، لأن أنت درست هذا الموضوع. لذلك أنا دائما طلابي أقول لهم، يجون أستاذ أخذنا دورات مع التقوية مع المحادثة، أقول لهم صبروا، أنتوا كطلاب سادس ما طول أنتم مسجلين يمي، فصدقوني استغلوني واستفادوا مني، لأن هذا الموضوع أنت أوكي وغير أستاذ راح تفهمه، يعني كمادة حتى تجيب 100، أنا فهم الكيا كمادة تجيب 100، وفهم الكيا بشكل مبسط شلون بالمحادثة يفيدك على موجب قبالك. هسه أنت بعد فهمته، من فهمته مو بس حتجيب بي 100، وإنما حتى باكر عقبة من السافر وتحكي بالإنجليزي هتتذكر شرح لهذا الموضوع، وراح تتذكر من قلت لك يا ابني يا بنيتي ترى هذا الموضوع الفكرة منه حدثين، حدث قديم وحدث يعني إجا وراء أحدث من عنده، القديم استخدم ويا الهاد، وعاش بعيشة سعيدة.
طلاب النشامة الأذكياء أهل الغيرة. هسه إن شاء الله وصلنا لنهاية درس اليوم، يا ربي كان درس خفيف ولطيف عليكم. ما أوصيكم ها الفيديو هذا شاركوه ويا كل جماعتكم على مود تدعموني باللي أنتوا تقدرون عليه. هسه الساعة هسه حاليا بالثنتين وربع بالليل، سهران لكم تستاهلون إن شاء الله يا رب الوجهك الكريم. This is it. I remember. Study hard. And I wish you all the best. Peace out.